حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله هدانا لدينه ووفقنا لطاعته، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو أهل الحمد والثناء، توحد بصفات المجد والعلاء لعرى الحق فاصمة. إلهنا خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل مقامنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، رفقة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، هو سيد الأولين وهو سيد الآخرين، وهو السيد على كل من لله عليه سيادة، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه، وعليكم أنتم جميعا وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول: تركتكم على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صدق رسول الله. عندما نستعرض هذه الآيات وهذه الأحاديث، نجد كم نحن بحاجة أن نلوذ إلى جناب الله سبحانه وتعالى، وأن نشنف الآذان للاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى الذي به نحيا في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. عنوانه: أطيعوا الله ورسوله، التحذير: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم يعقب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الصم البكم الذين لا يعقلون.
عندما نتحدث ونحن نعظ الناس لابد أن نستذكر أهمية الخطاب الديني في حياتنا، في أنفسنا، مع بعضنا البعض، ولكن يغفل البعض عن التمييز والتفريق بين خطاب الدين وخطاب المتدينين. خطاب الدين شيء، أساس، قاعدة. خطاب الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خطاب الدين هدى ونور للمؤمنين، للناس، هو صراط مستقيم. ولكن المشكلة ليست في خطاب الدين، المشكلة في خطاب المتدينين. الخطاب هو أن تتكلم إلى متهيئ للاستماع، أن تتحدث إلى متهيئ للفهم. لذلك لا يمكن أن تسمي كلامك مع الجماد خطاب، لا يمكن أن تسمي كلامك أعزكم الله مع البهائم خطاب، لا يمكن أن تسمي خطابك أو كلامك مع من لا يفهم اللغة التي تتحدث بها خطاب. تتكلم إلى صيني أو إلى إنجليزي أو فرنسي بلغة عربية لا يفهم سوى لغته، وأنت تخاطبه بلغتك، هذا ليس خطاب، لأنه ليس متهيئ لفهمك، ليس متهيئ إلى الاستماع إليك. إنما الخطاب إلى متهيئ. المشكلة ليست أن يأخذ بكلامك أو لا يأخذ، المهم أنه يفهم هذا الكلام، يستمع إلى هذا الكلام، يمكن أن يحلل هذا الكلام، لكن أن يستجيب ليست المشكلة تصبح هي مشكلتك. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون. لذلك عقب على ذلك بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خطاب المتدينين ربما تختلف عناوينه، متدين فقيه يتكلم بالدليل الشرعي، يبني على أصول شرعية، يبني على قواعد شرعية، يكشف لك الحكم الشرعي، يحلل لك قضية شرعية. خطاب الاقتصادي المتدين يحاول أن يجعل كلامه في طاعة الله، فكره في طاعة الله، علمه في طاعة الله. عندما تكلم عن خطاب السياسي المتدين وخطاب صادق، خطاب يعالج قضايا الناس والأمة، خطاب موزون يحظى بثقة. عندما تتكلم عن خطاب الفقيه العقائدي لابد أن يخاطب العقل بالدليل بالبرهان، لأنه سيتكلم عن غيب، وهذا الغيب يحتاج إلى دليل ملزم، إلى دليل ثابت جازم حتى تصدق، لأنك ستبني على ذلك عقيدة. كل هذه الخطابات ربما ليس بها مشكلة كبيرة، لأن الفقيه يبني فقهه على الدليل وعلى فهم الدليل، وكذلك الاقتصادي والعقائدي والسياسي وغيرهم. المشكلة في الخطاب الوعظي، لأن الخطاب الوعظي من جهة واحدة لا يوجد به محاورة، لا تستطيع أن تحاور الخطيب الواعظ، وكأنه تلبس بالقدسية
وكأنه أخذ سلطة مقدسة ليعطي دون أن يناقش. تخيلوا لو أنني في محاضرة فقهية، كم منكم سيسألني وسيناقشني ويريد أن يتفهم هذه المسألة؟ ولكن في الخطاب الوعظي، هو خطاب مؤذن إلى مستمع، وربما هذا الكلام تعلمونه ويفهمه الناس. خطاب المتدينين اليوم هو المشكلة، لأن ربما إنسان تاب واستغفر الله منذ أسبوع أو شهر من الزمان يريد أن ينصب من نفسه خطيب وواعظ للناس، لكن الفقيه يحتاج إلى علم، إلى سنوات من السهر، من المذاكرة، سواء كان فقيها أو اقتصاديا أو طبيبا أو غير ذلك، لأن هناك ثمة فارق بين الثقافتين، الثقافة العامة والثقافة الخاصة المتخصصة. الثقافة المتخصصة هي علم يبحث في الجزئيات، يمكن صاحبه من الفتوى بعلمه. الثقافة العامة أنت تفهم ربما بالطب، بالعمليات الجراحية، ولكن إن قلت لك قم هذا مريض وأجري له عملية جراحية، هل تستطيع؟ لا. أما الثقافة المتخصصة يستطيع. لذلك نجد أن ثقافة الوعظ في غالبها هي ثقافة عاطفية، للأسف أنا أتحدث بذلك، والدليل أنك عندما تخرج من المسجد ماذا تحدث الشيخ، ربما تستطيع أن تعطي كلمة أو عنوان أو فكرة صغيرة، لكن لا تستطيع أن تعيد كل كلامه. وربما البعض منكم يصلي في المسجد أكثر من 30 سنة، يحافظ على صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويستمع إلى المواعظ، ويأتي في شهر رمضان عندما أقوم بمحاضرة أو لقاء فيسألني الكحل يفطر أو لا يفطر، في حين ربما تستمع إلى إنسان دخل دورة فقط في الكمبيوتر الحاسوب أشهر معدودة، يستطيع أن يحلل الجهاز، أن يركب الجهاز، أن يصلح الجهاز، أن يبرمج الجهاز. هذه هي الثقافة التخصصية. كم نحن بحاجة إلى ثقافة دينية واعية، ثقافة المتدين العالم، ثقافة المتدين الواعي، لا المتدين المفيرس والعياذ بالله. كيف؟ لأنك عندما تستعطف الناس بداية بالوعظ ربما تسوقهم إلى ما تريد. لا أقصد الجميع، لا أقصد الجميع، ولكن عندما تتحدث بثقافة علمية أنت لست مقدس في ذاتك. أنا لست مقدس، الشخص المقدس فقط هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال تركتكم على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمره من الله سبحانه وتعالى. شخصية المقدسة لماذا؟ لأن الله قال فيه إن هو إلا وحي يوحى. نحن لسنا أصحاب وحي، نحن أصحاب فهم وتحليل وإدراك ووعي. سيدنا الإمام مالك رحمه الله عندما كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف والعلماء من حوله ومعه، يقول له الإمام الخليفة، ربما هو أبو جعفر، نعتمد كتابك الموطأ ولا شيء سواه. يقول الإمام مالك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إليه إلا صاحب
هذا المقام وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتأكد أنه صح نأخذ به، لأن له قدسية، قدسية الوحي. ولكن أقوال العلماء هي أقوال شارحة، هي أقوال مفسرة، نحترمها ونقتدي بها. أما أقوال الوعاظ إن جانبت وإن بعدت عن المراد نأخذ منها ما ينير طريقنا بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله. كل عالم يمكن أن يكون واعظ، وليس كل واعظ يمكن أن يكون عالم. العلم مسألة هامة وخطيرة، العلم به نعبد الله، العلم به نهتدي ونقتدي. خطاب الدين خطاب يوحد، وكثير من الوعاظ ربما أو من خطباء التدين قاموا بتفريق الأمة. خطاب الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. خطاب الدين خطاب اعتدال، خطاب محبة، خطاب وسطية. خطاب الدين يقودك إلى الجنة، يقودك إلى محبة الله ورسوله، إلى محبة عباد الله والناس. خطاب الدين خطاب جميل، به ود، به قربة من الله سبحانه وتعالى. إن خرج خطاب الخطيب عن هذه المعاني يجب علينا أن ندقق به، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى خطاب حكيم، خطاب مودة، ألفة بين الناس. الله تعالى هو القائل إنما المؤمنون إخوة. الله يقول لنا كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو خطاب الدين. أما خطاب المتدينين فهو خطاب حسب تصورهم وحسب علمهم وحسب فقههم، لكن خطاب الدين به كمال، به جمال. لا نختلف ونحن نقرأ القرآن الكريم، ولا نختلف ونحن نستمع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا ما يكون هناك خلاف ونحن نستمع إلى خطيب من هنا أو من هناك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدعو الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا مباركا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي خضعت وخشعت له السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة دائمة باقية واصلة إلى يوم القيامة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعليكم وعلى المؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. المطلوب الرحمة والرأفة بيننا، نحن بحاجة دائما. وأذكر إلى الابتسامة،
إلى الكلمة الطيبة، إلى تلك الشخصية التي عنوانها محبة ورفق. فأنت مسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم يا رب العالمين، وقفنا ببابك، لذنا بجنابك، نسألك من فضلك ومنك وعطائك، فلا تحرمنا المن والفضل والعطاء، وأنت أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا أو جريحا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا أو شهيدا إلا رحمته، ولا غائبا أو أسيرا إلا سالما أعدته وغددته. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، شفاء صدورنا، وجلاء همنا، وزوال غمنا، حجتنا يوم لقائك لا حجة علينا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. آمنا في بلادنا وفي ديارنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أثابنا وأثابكم الله. اللهم إن هذا مقام محمود لا ينبغي لأحد سواك إلا إليك، آت محمد الوسيلة والفضيلة. بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.